الباري احد اقطاب المعارضه في العهد الباقي، في الوقت الذي يقف له مرشح التيار الديني حاتم ابو سويلم بالمرصاد. انت لسه قاعد بتتفرج على التلفزيون؟ انت لازم، احنا عندنا ميعاد مهم قوي في الحمله وكمان لسه ما لبستش. انا مش عارفه يا اخي انت جايب برود الاعصاب ده كله منين؟ برود ايه وبتاع ايه؟ الميعاد لسه عليه 3 ساعات. انا شفت البرنامج ده امبارح. على فكره بقى، ابو سويلم ده دافع لهم ودافع لهم كويس قوي، وانا قلت لك بس انت ما بتسمعش الكلام. بقول لك ايه يا ربيع، انا لازم اشوف حد من بتوع الاعلام يبقى في ظهرك ويظبطك. يوه، احنا هنعيد تاني. انا قايم البس اهو. وعملت طيب، بس يلا عشان ما نتاخرش بقى. هي عارفه فين؟ اوه، هو ده وقت عفه دلوقتي؟ ما تشيلا يا ربيع هنتاخر على الميعاد. انا بقى لي اسبوع ما شفتهاش. هتكون فين يعني؟ في اوضتها، هي بتصحى دلوقتي. يلا هنتاخر يا ربيع. يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه خالص. انا اخر حاجه فاكرها عمي حافظ والبار. هدي البنطلون. جيب البنطلون. انا ما اعرفش يا حبيبي غير اني لقيت واحده بتكلمني وبتقولي ان انت مرمي في الشارع، وانا عشان بحبك وبموت فيك وقلبي ابيض مش زيك جريت على ملا وشي لقيتك مرمي في الطرق، شلتك وجبتك هنا. ومين الواحده دي؟ معرفش، بس اكيد واحده عندها ذوق قلبها بيحس. اختارت اكتر واحده بتحبك ومش هتسيبك ولا تبيعك حتى لو في اخر الدنيا. هو ده اللي مجنني. اشمعنى كلمتك انت بالذات؟ مش يمكن عشان اخر نمره على موبايلك؟ ولا انت مش واخد بالك اني كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا؟ طب فين موبايلي؟ موبايلك اكيد اتسرق زي ما اتسرق منك حاجات تانية. هما سرقوا ايه تاني؟ تعالى 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 والله ما عملتها حاجة. تعالى بس ادعيني ادعيني وبالله يا حمك تتعبي من ورايا. فاكرها هتخين عليا وشرف اهلي يا خالي جزتك تشتي الدم في كل حتة. ما عملتش حاجة. هتروحي منها فين؟ هتروحي منها فين؟ هتروحي منها فين؟ وحيا ربنا ما عملتش حاجة. انت لسه بتقرا لسه بتقرا حبيبي. بره في الحاره عشان صوتي بقى. حرام عليك يا لذيذه اللي برضه باريزه. حرام عليك. وايه يعني باريزه؟ رخيصه وما لهاش قيمه وكانت هتبيعها. توبه توبه والنبي توبه اعتقلي والنبي. انت عارفه عامله زي اللي انت عملتيها دي توصلنا لفين ولا مش عارفه؟ لا مش عارفه. حرام عليك والله العظيم ما عملت حاجه. الراجل كان هيموت في ايدي وانت اكلم اي حد من الحيطه عشان يغيطه. حرام عليك. ممكن هيموت. اه والله. من ورا! مش راجل من ورا! انت مش راجل من ورا يا بنت الكلب! اول واخر مره! اول واخر مره والبص على الشايب! بص يا باريزا، الخلوص الاول عنده ملوش تاني! والغلطه فورا! وخدي بقى ختم خلوص على جتتك! ده انا اتنفضت على الاخر! مفيش حته في الجيوب مفاتيح العربيه مش لاقيها! انا لقيتك زي ما انت كده، لا مفاتيح ولا عربيه، شنطتك هنا بينا وعلى بيتي. تقوم تجيني لغايه هنا، تقوم تجيني لغايه هنا، ده كتبتكم مترشح في الراس، دخلتيني ازاي؟ ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش خواف كده. ايه اول مره؟ ايه؟ ما احنا ياما يا ست سيبيني في حالي بقى، سيبيني في حالي بقى، ممكن زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا، انا مش ناقص مشاكل. طب هو بذمتك انا ينفع اسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. ايه بنت السقعية دي؟ ايه بنت السقعية اللي انت فيها دي؟ واديني يا ست الجوازة اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده. وبقيت كده. ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفة. يا نهار اسود بابي. الرئيس. لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي، محتمل. صح يا بيبي. لحظة يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ حاضر يا بابي. يا عمر تريح فين؟ هات امك. يا بابي حاضر. صح يا بيبي. حاضر يا بابي. ايه يا بابي
ازيك؟ ايه يا حبيبتي، ايه كنت بتعمل ايه؟ ما بعملش، بس انا كنت داخله اخد شاور بس. طيب طمنيني عليك، عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، كله تمام يا بابا. انت اخبارك ايه يا ابو الشغل ايه؟ مال وشك اتغير كده؟ لا بس يمكن عشان لسه صاحيه. مش ربيع؟ قومي ربيع. انت مش عارف ان احنا عندنا ميعاد ومتاخرين؟ يلا بقى. لا انت يا ابني، انت سيب، هذا تبعي. عمر خد بالك هتقع. بتقولي ايه؟ شربوا كاس؟ ايوان، والكاس جر كاس لحد ما بقت ازايز، والطوبه بتاعت اخوكي بقت فيشنج وراحت مع اللي راحوا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عم. انا كان مخي فين لما وافقت ان هو يقعد معانا؟ انا طول عمري عارفه انه قص فساد، وعارفه انه هو اللي هيبوظ عمر. يا معدتي. بالراحه يا بيبي على نفسك شويه، مش كل حاجه تاخديها على اعصابك كده. ورقي كده حبتين. اورق هو انا القانون جالي من شويه الورق يا قالي. بص احنا نطمن على عمر الاول، بعد كده حلها الف حلال. تاكل ايس كريم؟ ايس كريم يا برده؟ ايس كريم ايه يا برده؟ وبعدين فعلا في موضوع اخوكي ده لحد دلوقتي ما جاش. اسمعي، انا هبلغ عنه البوليس، غيابه ده مش طبيعي. بوليس ايه؟ بقولك شربوا مع بعض ازايز، ده غير الضرب اللي ضربوها مع بعض. يعني اخوك دلوقتي خلاص زمنه بقى مدمن. عايزه تسلميه؟ تقولي على اخوكي مدمن؟ تقولي على الدكتور عمر مدمن؟ وانا مالي؟ ما تروحي تشطري على الديلر بتاعه. عندك حق والله، لا انا موريك يا عم. لا ايه ده؟ عم حافظ، يا نهار اسود. يا عم حافظ بدل ما تقف جنب ابن اخوك وتساعده على التوبه، بدل ما تديله كاس وتعمل فيها ابليس وتخلي الواد يجيب البلاوي السودا دي كلها وراه واحنا مش عارفين اخرتها ايه. البنت الزبده دي فتانه كدابه، انا ما قلتلهاش حاجه، انت عايزه تخرب البيت. انا بريء. بريء؟ افتح. بقولك افتح الباب يا عمي، افتح. مش فاتح. يا نهار اسود. انا هنا. انت هنا؟ عمي افتح الباب، ولا الف باب هيحجزني بيني وبينك لحد ما اعرف عملت ايه في الوقت. وانا مالي؟ واخوك صغير نخه، ده دكتور قد الدنيا، ولو ما كانش له مزاج يشرب ما كانش شرب، انا ما ضربتوش على ايده. وبعدين يعني هو انا كنت فايله؟ طب افتح الباب يا عمي، افتح الباب. مش فاتح. ايوه مش فاتح. أنا عارف لو الباب اتفتح هيحصل إيه، عشان كده عمي.